يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت في إحدى القنوات الفضائية من يقول إن النصارى ليس عندهم إلا مشكلتين فقط، وهي الأولى غلوهم في مريم عليها السلام، والثانية كراهتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ ما هم كراهتهم لمحمد، كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفرهم بمحمد هذا عندهم، الذي يكفر بمحمد كافر مهما ادعى الإيمان فهو كافر، لأن محمد هو رسول البشرية وكاملها، طاعته واجبة على جميع البشر، على اليهود والنصارى وغيرهم، فمن لم يؤمن به فهو كافر. نعم. ايش يقول في الفضائية؟ يقول سمعت في إحدى القنوات الفضائية أن النصارى، من يقول إن النصارى ليس عندهم إلا مشكلتين فقط، الأولى غلوهم في مريم عليها السلام، والثانية كراهتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ غلوهم في المسيح وهم أذكره، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، ورمى ذكر هذا للفضائية، هذا تضليل، هذا تضليل وتسهيل من شأن النصارى، صلى الله عليه وسلم.